اهو ليه؟ لان كان هنا البيع الشوار بتاع العروسه اللي هو مصنوع. تعالى اقف هنا النحاسين، انما هو لا تعالى هنا بس عشان تعرف. قدامي مسجد، قدامي مسجد من المساجد الفاطميه الصغيره الا وهو مسجد الاقمر. الاقمر اللي امام حضراتكم، الاقمر بناء الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 519، وكلف أحد الوزراء للإشراف وبنائه، وهو مين؟ الوزير مأمون البطائحي. بصراحة اسمه قول مأمون البطائحي، إنما الاسم محمد ابن مأمون البطائحي ابن فاتك. ما علينا، الواجهة اللي أمام حضراتكم هي الواجهة الرئيسية اللي الأول مرة، خلي بالكم من الكلام اهو، أول مرة نجد واجهة تبنى من الحجر. بصوا، من الحجر، قبل كده كنا بنلاقيها من الطوب الاحمر. الواجهه اللي مبنيه من الحجر كويس، يتوسطها المدخل. بصوا المدخل اهو، المدخل عباره عن ايه؟ عباره عن فتحه باب يعلوه عقد مستقيم او عتب بسنجات مزرره من الحجر. مفيش هنا نفيس. بصوا خلاص، ثم يتوج المدخل عقد منكسر مشع. يعني ايه مشع؟ في النص، في النص في الدايرة اللي بنقول عليها شمس مشعة، اللي فيها الكلمة الشيعية، فيها ايه؟ محمد وعلي. انتوا معايا يا جماعة؟ وبعدين على ايدنا اليمين وعلى ايدنا الشمال، شوف انا بوصف اهو، في دخلة معقودة يعلوها، بص الدخلة اهو، دخلة يمين ودخلة شمال زي المحراب، يعلوها عقد مشع. يعلو الدخلة حطات من المقرنصات، ثم شبابيك بلايند، كلمة بلايند هنا يعني مثبتة، اللي هو الشباك المعقود. وعلى اليمين وعلى اليسار برضه في دخلات باشكال مشعه، وفوق في الكتابه اللي هو النص التاسيسي. كل ده وصف للمدخل. سيبوكم من الميزان عشان اتكلم عليها من الداخل. المدخل ده تاني بقول اهو، اول مدخل مبني من الحجر، اول مدخل في زخرفه المقرنصات، اول مدخل في الزخارف المشعه اللي حضراتكم شايفينها. ده مش كده وبس، على النص خش وهات فطار، هات فول. بصوا هنا النص المشطوفة، بصوا الحافة المشطوفة دي معالجة النص. أول مرة نجد إن برضه أنتوا معايا يا جماعة ولا لأ؟ نجد الحافة المشطوفة زمان من حوالي ازيك يا ريس؟ ازيك يا حبيبي؟ مساء الفل. أخبار حسين؟ تشرب 20 سنة. الجزء ده كان متداري، كان في مباني اختلف أي كلمة. أيوه، معنى كده إيه؟ إن لما جم البهرة يجددوا هذا الجامع شالوا الجزء، واكتشفوا ايه بقى؟ ده الكلام ده حديث وموجود الكلام ده، اكتشفوا ايه؟ الجزء الايمن من الواجهه. اذا اللي كان باين لنا الجزء الايسر، يبقى معنى كده ان هنا في الفن الفاطمي في السيمتريه. عارفين يعني ايه السيمتريه؟ المدخل في منتصف الواجهه بعد ما كشفوا الجزء الايمن من الواجهه. يو سي داكو؟ تعالى نخش جوه.